الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد أمله وخيب ظنه إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الخلق وممهد السنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحنة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد حان رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فاستقبلوه بالشوق والإيمان وأسقوا إلى ما روى فيه سلمان قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، والشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له عتق أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا نجد ما يفكر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوله شربة لا يسمع حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جبار كريم كريم غفور رحيم. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في حمد الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده رضي الله تعالى عنه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقابل ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم
والسلطان ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. آگے کے سبوں کو کوٹ کر لیجیے، اپنا موبائل فون چالو اور سلرا بند کر لیجیے، اور ایک میلا ہے دروازوں کو اطمینان سے اور محبت سے بند کریں تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو، اور جو حضرات اوپر نماز پڑھیں رمضان میں تو وہ حضرات کے خیال رکھے، اوپر کی کھڑکیاں بھی بند رکھیں، یہ جو ہو رہا ہے چند پھر وہ سب دروازے کھلے رہنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللهم دي صلاة، اللهم دي صلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإياك نستعين، اهدنا
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين